يعني لكن اللي احس الاحساس في مثل هيك حالات هو نفس الاحساس اللي قد يتعرض له اي قائد ميداني عسكري عزيز علي. نعم سيدي. والعراق يستاهل. هاي هو الاكبر. والغدر مو شيء مثل العرب، يعني معروفين من اللي يغدرون ومنين يجون، ولا لو هو مناطح مع الرجال هم شافوا المناطح مع الرجال بثمان سنين شلون حالي. اكيد سيدي تاريخ يشهد من خلالك. نعم يا عواطف حقيقة جياشة، أشكر كل أبناء شعبنا العظيم الله يسلمك سيدي اللي هم دائما كانوا يحسسونا ومش قد ما نقدم لهم إحنا متأخرين أو لا نحتاج أن نقدم لهم الأكثر إن شاء الله. والله هم يحفظ الأعراق في الصدام. آمين سيدي. أشكرك سيدي. وباسم منتسبي سلامات ان شاء الله. الله يسلمك. سلامات ان شاء الله. طلع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذا عمل جبان. الله يخليك. الله يطول عمرك ويسلمك ان شاء الله. تكون بالسلامه ان شاء الله. سلم عليك الجماعه. سمو الامير الشيخ خليفه. الله يسلمك. ورسول الامير في اجازه خاصه يمكن اتصل 6 مرات يستفسر عنك. لازم تشوفون الخبر اسرع يعني قريبا. الله يسلمك. ان شاء الله نتمنى لك السلام ان شاء الله. الحمد لله. وما تستاهل ان شاء الله. بالريش هاي. ما تستاهل ان شاء الله بالريش. نعم. وانت ان شاء الله قدها وقدود ان شاء الله. ما طول العراق سالم ووالدي سالم. اهم شيء ان شاء الله. اهم شيء. شكرا لكل سمو الله. الله يسلمك عليك. ممنون يعني. وهم مستعدين اي حاجه محتاج اي شيء دكتور شيء يعني ترى هم يعني بس مجرد وصايا منك كل شيء يعني كل شيء بيكون موجود خلال ثواني ما بيكون قصر. الله يسلمك. نتمنى لك احنا الشفاء السريع ونتمنى لك نطول معاك ان شاء الله. الله يسلمك. نتمنى لك اسرع وقت ان شاء الله تكون ان شاء الله. ومع السلامه. اهلا وسهلا. الله يسلمك. يبقى ان شاء الله توصينا شيء من الجماعه اسم الامير الشيخ خليفه. يسلمك. الشيخ خليفه خلال هاليومين ان شاء الله يجي. الله يسلمك ويطول عمرك. الله يسلمك. نتمنى لك الشفاء السريع ان شاء الله. يسلمك. وتكون معاك ان شاء الله. الله يخليك. اهلا وسهلا. اهلا. مع السلامه. الله يخليك.